لان هاد القضيه ديال شهاده الزور هلكه بزاف ديال المدن. والمشكل الكبير في المغرب هو هذا، هل يهلك المغاربه؟ فين ما قلت شي وزير ما كيبغيش ينوض. عشرين عام وحنا عندنا نفس الوزاره كيتحول من وزاره لوزاره بحال تونيا، كيكون هنا كيولي هنا. انا واحد النهار حصلت وزير طاقم كرسي يضخمو كيتوضا تما باش ينوض، وزير طاقم كرسي كيتوضا من تما خايف ينوض يبرك لي واحد اخر. ومال المجلس البلدي ومال العمده والباعث مصيبه. على من العمده؟ العمده على من في هذه البلاد؟ كيقول لك انا عمده. ايوا العمده على من؟ عمده على الله اوليدي. انت كدوز خمس سنين كتمشي بحال هكا، العمده على الله. والعمده 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 جمع ديال الاعمده. والمغرب الحمد لله اللي فيه الاعمده، علاش كيتكيو البطاله؟ احنا كنتكيو على الاعمده حتى يجيب الله تيسير. بعدا بالمناسبه قبل ما ندوزو البسط، كنوقفوا كلنا وكنتضامنوا مع الضحايا اللي ماتوا في غزه، مع الناس اطفال ابرياء ملائكه اسر ماتت في غزه، وحتى الناس اللي مشاو ضحيه الرشوه ورابوا الديور في بورغون وماتوا مغاربه شهداء ضحيه الرشوه في بورغون. لان كيدوروا مع المقدم والمقدم كيدور مع الشيخ وكيخليه يزيد بيت الفوق، وملي كيتزاد بيت الفوق كتقل الدار وكطيح، وحنا ضعنا بزاف ديال الناس. تهلاو في المغاربه وعطيو الناس فين يسكنوا، ولا حيتو براكه ما تعاودش ترجع. وكتري براكه الصباح كتلقى ثلاثه، عمرك شتي براكه ديبليكس؟ براكه فيها سانسور قاعده. حنا صحاب الكاريان ديما عايشين في المحان. اهي وزير في ضيافه الوطنيه بريس، في ضيافه الصحافه الجميله الخاصه اللي كتعجبني. هذا السيكل ديالكم كيعجبني في الوطنيه، في ديك اللي في دمنا، في ديك اللي في دمنا الوطنيه. فاحنا فرحانين بزاف بالمشاركه ديالنا في هذا المهرجان اللي في الدوره ديالو السادسه. وهذا المهرجان اللي كيستضيف او كيصادف بالمناسبه جوج ديال المناسبات وجوج ديال الاعياد جميلين جدا، اللي هو عيد الشباب وعيد العرش المجيد وعيد الفطر الزوين حتى هو. فلاول مره من بعد 35 عام الحرفه كنلقى مدينه كدير مهرجان في 22 يوم. هذا راه ماشي مهرجان، هذا راه تيو. كنهنيكم بزاف. نتمنى ان تكون شي مدينه تجيها الغيره ودير مهرجان في مدينه، وانهم جابوا فنانين مغاربه فقط، وهذا اللي جميل. فكنشكر المساند الرسمي لسمير، وكنشكر العامل في شخص السيد العامل، وكنشكر اللجنه التنظيميه والسلطات وكل من ساهم في انجاز هذا المهرجان. واليكم فسحه جميله مع باقي ايام هذا المهرجان الجميل. هذه بلاد كاين الببليك ديال المحمديه كاين. الدراري اليوم جايين باغي كملوا شدوا الصون كملوا. اوكي ارى ليا مال البيض مالها بيضو بحال هاك الاول ثاني ثلاث مزوز فوق عطاني جاي بارس فوق الراب حاش الشيبي شمي ديري بيا الراب ولا شنابي شمش دابا فيا فيطر في الوصل جي وعزيني فيه حيش بغيت نهوصم هاوي شيو فيا دابا غادي نهوصم دابا غادي نبيه بقى عوش يدفلوني جانا ويبكي وعليا صافي قلت وعليا صافي قلت وعليا الراب يولا تكذب وصغير فوزي قادة خيا خلي عدو كاشي شري بيك روكي راب يبيه إنو بصدشو بسكول الراب جي ودفلوني يا بوسكان بزاف ديال خيبنية ريتو ضوئي بيع فراس ووسختو لقية بدو بدو بيك وبكيتو بحالية خرج عليك وبيبان فيها تعالية
الثقافة بالنسبة للبرنامج أو الإذاعة ديالنا المغربية. احنا كنتواجدوا في هذا المهرجان الجميل اللي هو جاب المناسبة عيد العرش وعيد الشباب، وتنحيي جميع المغاربة اللي هما ساهموا أو شاركوا في هذا المهرجان الجميل اللي هو يعني أظن تعطل واحد المدة. لماذا تعطل ما عرفناش علاش، وأنا بسيبتي كفنان شاركت فيه لأول مرة، وتمنى ماشي أول مرة وآخر مرة. وكيف كتشوفوا كاين جميع كاين عدد ديال الفنانين اللي هما كانوا هنا في مشاركين في هذا المهرجان الجميل، ونتمنى ان شاء الله نكون واحد حسن الظن مع الجمهور الكريم. وكنقول لجميع المغاربه عواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد، ونخليوا الجمهور هو الحكم اللي غادي ان شاء الله ممكن هو الحكم الكبير اللي غادي يعطينا النتيجه في الاخر ان شاء الله يا ربي. شكرا، تبارك الله على البرنامج، وتنشكر الصحافه الوطنيه اللي على الاهتمام اللي هي كتواجد معنا في اين كنا. هذا دور مهم اللي هو تنفتخر به، والدور اهم شيء وهو كتلقى يعني الصحافه اللي كيبقى الفضل الصحافه بالفعل والاعلام المغربي هو اللي يخلي تواصل ما بين الفنان المغربي الفنان وتواصل مع الجمهور. وتنشكر حتى الناس اللي هما قاموا بواحد المجهود كبير بالنسبه لهذا المهرجان الجميل، ونتمنى ان شاء الله يتعاود ويتعاود يتعاود ان شاء الله. وهاد الناس هادو اللي هما اللي صاهرين على هاد مالي الفكره تنشكرهم بزاف، وتنشكر حتى المدير اللي هو يعني دايرين واحد المجهود كبير، وكاين واحد النظام كبير اللي كيف كنشوفوا، وكاين واحد الجو اللي هو يعني بالنسبه للجهه يعني قريب للبحر والمحمديه اللي هي مدينه عريقه. نتمنى ان شاء الله المزيد في هادشي ديال المهرجانات، لان اي مدينه كنشوفوا فيها مهرجانات بزاف، والمحمديه بعض المرات ما كنشوفوش فيها مهرجانات. نتمنى ان شاء الله يتكرر هادشي ويكون تنشيط في مدينه المحمديه، وانا بدوري كفنان كنحيي الناس ديال المحمديه، وتحيه من طاجه الكويره. عيد العرش المجيد وعيد الشباب تنظم جمعيه الاعمال الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه بمدينه المحمديه بشراكه مع عماله المحمديه وشركه سمير الدوره السادسه لمهرجان المحمديه في دورته السادسه. اذا برنامج غني وحافل، برنامج فني يشمل على العديد من الفنانين المغاربة المرموقين، خاصة الفن الشعبي الساتي اللي الآن كنستمعوا للنغمات ديالو، صناجي داودي الداودية حميد المرضي، معنا كذلك الفنان الجزائري الكبير شاب بلال، الأغنية التراثية حاضرة في شخص الفنانة عايشة تشنويت، فاطمة تحيحيد، رشيدة طلال، ثم شباب الجالية المغربية المقيمة بالخارج، شاب سيمو، شابة ماريا ومصمهر. إذن كذلك إلى جانب هذا البرنامج، برنامج لفائدة الطاقات المحلية لمدينة المحمدية، خصصت لهم خشبة لإبراز القدرات وإبراز المواهب التي اللي عندهم، باش ممكن أنهم يساهموا كذلك في مهرجانهم مهرجان مدينة المحمدية. البرنامج لا يشمل على الجانب الفني بل ينفتح على الجانب الاجتماعي، حيث يضم مجموعة من الكشوفات الطبية لداء السكري، وكذلك عمليات جراحية للعيون، وتنظيم معرض للأنشطة المديرة للدخل للجمعيات والتعاونيات التي استفادت من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ما نسيناش كذلك الأطفال، كاينة قرية لفائدة الأطفال مخصصة بشاطئ الصابليط بالمحمدية. كذلك برنامج ثقافي متمثل في تزيين جنبات مدينة المحمدية بجداريات، و
برنامج رياضي يشمل على مباريات في كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة إلى تكريم الأبطال مدينة المحمدية الذين حصلوا على ألقاب في تظاهرات وطنية ودولية. إذن نعيد مدينة المحمدية ببرنامج في مستوى تطلعاتهم، ونحن دائما منفتحون على الاقتراحات، نستفيد ونراكم من الإيجابيات ونستفيد من السلبيات لحسن التنظيم وكذلك للتطلع للأفاق المشرعة. إذن أدرعنا مفتوحة لساكنة المحمدية، مرحبا باقتراحاتكم، مرحبا بملاحظاتكم، مرحبا كذلك بانتقاداتكم، نحن نرحب بها. ونغتنم هذه الفرصة لشكر جميع المنابر الإعلامية المساهمة في إنجاح هذه التظاهرة، خاصة الوطنية بريس التي ساهمت وتساهم دائما في تنوير الرأي العام بالمستجدات التي تعرفها مدينة المحمدية والتي يعرفها الوطن بصفة عامة. شكرا للجميع.